كنا نتمنى أن يترجم أو يعكس على أرض الواقع من حيث التوثيق. إحنا كانت لنا أربع مطالب رئيسية. جميل. أربع مطالب رئيسية على الأقل، هذه المطالب لازم نطالب فيها لم تحقق. أول مطلب اللي هو يجب أن يكون هنا، وهذا المطلب ترى قديم من متى وإحنا نحكي فيه، وقدمت في اقتراحات وهناك مستندات في هذا الجانب واجتماعات مع الجهات الرسمية، اللي هو لازم يكون هناك نصب تذكاري أو سميه ما شئت نصب أو صرح أو يكون بمثابة صرح تاريخي لهذا الوطن، ويكون بمثابة أحد المعالم الهامة في هذه الدولة، ويكون حتى يعني شبه مزار لمن يأتي من الضيوف، ويكون على مستوى عالي. نعم. يحتوي على أسماء الشهداء، يحتوي على مكتبة خاصة، مكتبة وطنية في الأعمال الوطنية والشهداء وصورهم، ويحتوي على أعمال جميل. فنية وكذا. هذا لم يتحقق مع الأسف وطالبنا فيه. المطلب الثاني وهي إبراز أسماء هؤلاء الشهداء الأبطال من خلال تسمية الشوارع، ونزلنا حنا في طلبنا لما شفنا أن يعني تعبنا على الطلب، قلنا يبا سموا الجادات بس الصغيرة هذه اللي 50-60 متر. نعم. في مناطقهم، تسمية الشوارع أو الميادين أو أول فيصل. هل مطالب الآن؟ أنا ذكرت لي أربعة. ايه؟ إلى الآن ذكرت اثنين. ذكرت اثنين. ايه؟ هل تقدمت فيها بشكل رسمي؟ نعم تقدمنا فيها بشكل رسمي، وصارت اجتماعات وقصص مع المجلس البلدي ومع مجلس الأمة ومع نعم. ومع شيء يعني شو أقول لك؟ نعم. لو يعني يسع المجال. وهذه إلى الآن لم تحصل علما في موضوع تسمية الشوارع تحديدا، والجميع قاعد يشوف، وأنا سميتها إحنا نعيش حالة من النزيف في تسمية الشوارع. ما شاء الله اليوم ما بقى أحد ما سموا باسمه، كلهم من أهل الكويت ويستاهلون، ولكن وين الأسرى والشهداء؟ وين الشهداء؟ ليس لهم دور؟ اليوم واحد قدم دمه وروحه تضحية ما له أي دور مع الأسف. الشغلة الثالثة اللي هي تضمين سير وبطولات وقصص الشهداء للمناهج الدراسية. يا أستاذ محمد اليوم المناهج الدراسية، اليوم صار لي 30 سنة الكويت من تحررت، كم جيل طلع؟ هل الأجيال اليوم تعرف معرفة حقة ماذا قدمت أسرار القبندي ولا مبارك النوت ولا أحمد قبازرد ولا هل يعرفون؟ خاصة أن الأجيال الجديدة ما عايشة فترة أبداً فترة الغزو. أبداً. إذن اليوم أنا لازم أنطلق من المدرسة أيضاً، هذه حشينا فيها وقدمنا وكانت يعني نعم. ما بأقول التفاصيل. والموضوع الرابع اللي هو موضوع الأعمال الفنية والأدبية والسينمائية. اليوم وين التوثيق الإعلامي؟ وينه؟ بالمناسبة أحب أقدم شكري لتلفزيون الكويت ولكم ولجميع القنوات الكويتية في هالسنة هذه ما شاء الله، وحتى السنة اللي طافت أعطيت الموضوع حق الحقيقة، وأنا يعني فرحان في هذا الموضوع. زين أعطوه الحق من ناحية التوثيق والأفلام، لكن أنا أتكلم عن أعمال تحت إشراف الدولة. اليوم لازم عندي فيلم روائي يتكلم عن الغزو والتحرير، فيلم روائي يتكلم عن أبطال المقاومة، فيلم روائي يتكلم عن المقاومة المدنية والعصيان، فيلم روائي يتكلم عن الكويتيين في الخارج اللي ما قصروا أيضا مع أهلهم وإخوانهم داخل الدير. هذه الأربع مطالب لم تتحقق. نرجو حقيقة، وأنا أوجه نداء لكل إنسان غيور على هذا البلد وأعلم حجم الغيرة عند أبناء الكويت، أن يتبنون مثل هذه. يعني من خلالك أبو فيصل أيضا، ومن خلال شاشة الـ ATV، ومن خلال هذا البرنامج أيضا نوصل صوتك إلى المعنيين في البلد. أعتقد المطالب مطالب حقة، نصب تذكاري للشهداء، إبراز أسماء الشهداء في الشوارع، تضمين سير وبطولات الشهداء المناهج الدراسية، وأجيالنا لها تحفظ بطولات وملاحم شهدائنا خلال فترة الغزو، وأيضا الأعمال الفنية خاصة للتوثيق الإعلامي. يعتقد مطالب حقة، نتمنى أنها تصل إلى المعنيين والعمل على تحقيقها.